الأستاذ أحمد قراطة قال عن رواتب غريبة مثلاً 130، بقول لك بعد أن سمعت عن 80 دينار. رحنا حققنا في الموضوع في التأمينات، هاي بيانات التأمينات، إن اللي أقل من 200 أو 250 دينار ما قصتهم، لأن إحنا ندفع تمكين، تدفع الدعومات للحدود الدنيا من الراتب 450 480 380 حق الدبلوم. تبين لنا بالدراسة إن في أصحاب عمل عندهم أعمال خاصة مو تبع صاحب عمل آخر، يستطيع أن يؤمن نفسه بنفسه بأي مبلغ هو يحبه. فإذا يؤمن نفسه مثلا ب200 وتقاعد، راح يحصل ال150 من علاوة المتقاعدين، ويحصل العلاوات الأخرى، فيؤمن لنفسه هو دخل معقول عند التقاعد. هذا في حالة يسمونه الاختياري، التقاعد الاختياري. في مهن كثيرة جزئية، دوام جزئي، في ناس يروحون في المقاصف في المدارس بس وقت بيع المقصف، أحيانا 80 دينار أو 100 دينار أو شيء ما شابه. تفاصيل كثيرة من هذا النوع بيّنت لنا ليش إن بعض الناس، في ناس من أهالي صاحب العمل أو شيء، يسجلون شكليا بدون المرور بقنوات وزارة العمل أو تمكين. وفي ناس طبعا قدامى ربما لأي سبب من الأسباب موجودين، بس العدد تناقص جدا حسب السنوات. الآن وصل إلى حد 6% من مجموع المتقاعدين اللي يأخذون أقل، وفي كثير منهم لما تدقق وتعرف ليش أخذ بدون ما يستعين بتمكين ولا يأخذ أي دعم، ليش سجل نفسه بهذا القدر من الراتب، بس ينعكس في الإحصاءات اللي أنت تشوفها وأنا أشوفها، فتستغرب. يعني أنا شفت ناس يأخذون 80 دينار، فلما حققنا فيهم طلع أنه هو يبيع في المقصف أو يشتغل شغل جزئي مسموح، شريطة أنه ما يحصل على الدعومات الحكومية.